عصر الثلاثاء الثاني من تموز يوليو كانت لونا الشبل على موعد سيضع حدا لمسيرتها بعد أن دخلت عرين الأسود وفي كنف جحر الدب، حيث تعرضت إلى حادث سير مروع، فقد صدمت سيارتها من الخلف سيارة مصفحة مزودة بدفاع حديدي، وهذا النوع من السيارات تستخدمه بعض فرق الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد، اللي كانت علاقتها فيه متوترة جدا كونها أكثر من مستشارة لخيه الرئيس. وقبل الخوض في خلفيات الحادث الذي لا يمكن إخراجه من سياق أنه عملية تصفية واغتيال جسدي، وبعد أن اغتالت هي نفسها، اغتالت مسيرتها المهنية بالإعلام، لونا اللي بدأت مسيرتها كإعلامية بالتلفزيون السوري حتى تنتقل مع افتتاح قناة الجزيرة لتكون من الوجوه التي تطل عبر هذه القناة في زمن الصفاء السوري القطري. ومع اندلاع الثورة وبعد أشهر وتحت ذريعة الاعتراض على طريقة تعاطي القناة مع ما يجري بسوريا ومع الثورة السورية، قررت مغادرتها برفقة كل من غسان من جدو سامي كليب اللي تزوجته لعدة سنوات، وبهالفترة وجدت طريقة لمكتب الرئيس السوري. ما مضى أشهر حتى أصبحت مستشارته الخاصة للشؤون الإعلامية والسياسية، حتى انطلقت عاصفة من المعلومات حول طبيعة علاقتها بالسيد الرئيس وأنها الأكثر تأثيرا في قراراته، لتندلع موجات نسائية في القصر الرئاسي بين أسماء زوجة بشار السيدة الأولى ولونا التي أصبح يطلق عليها في المجالس الخاصة وبالشارع همسن السيدة الثانية. وتعاظم دورها ونفوذها، فكانت حاضرة بمحادثة جنيف ولوزان وأستانا مع المعارضة، وكانت العضو المفروض على وزير الخارجية الراحل وليد المعلم بجولاته الخارجية المكوكية، علما أنه ما في مكان لها يعني بصفتها انطلاقا من طبيعة وظيفتها، ولكن كانت موجودة رغم ذلك. بعد طلاقة من سامي تزوجت عمار السعاتي، هيدا الشاب اللي شق طريقه كما صاروا في المهام الحزبية البعثية، وهو الذي كان الأستاذ المساعد في كلية الهندسة الميكانيكية، وتم إنهاء خدماته بعتقد ب 23 حزيران يونيو 2024، يعني عمليا قبل الحادث بعشر أيام. من هون خلينا ندخل للأحداث اللي تعتبر أن لونا بدأت تقترب منها، وهي يعني وضعت خط لنهاية حياتها، وهذا للأسف يعني كلنا بنزعل. ولكن قبل ذلك لابد الإشارة للعلاقة الأكثر من ممتازة مع الروس، تحديدا الرئيس بوتين كان بيعتبرها يعني لحد معين مدللة عنده، هي مدللة يعني هي المنتدبة لدى مكتب الرئيس الأسد، المدللة لدى بوتين، حتى انه كانت بتمتلك منتجع سياحي بسوتشي، ما مش متاكدين منها، ما اني متاكده من هالموضوع. ولكن الاحداث اللي بتقول انه اللي صار مع زوجها عمار بحزيران الفائت، تم توقيف كمان الشقيقه العميد ملهم الشبل اللي كان بيخدم بالقصر الجمهوري، وجرى توقيفه بعد تداول معلومات عن تخبره مع جهات معادية للنظام وفق توصيف قيادة. هذا ما في أسهل من هاي التهمة، وأنه هو جزء من شبكة ترأسها لونا لحالة، يعني تخيلوا، وفق ما كشفت مصادر بالمعارضة السورية. بغض النظر عن صحة هذه المعلومات، بيبقى أنه لونا اللي دخلت لعرين الأسود ظنت نفسها أنه ممكن تكون معهم، نسيت أنها شبل، والأسود تفترس أشبالها إن أحست بخطر آت منها. توهمت أنه علاقتها مع الرئيس تحميها، وكذلك علاقتها مع رئيس بوتين، ولكن لم تدرك أنه عند التحولات الكبرى لا مكان للأشبال مهما كانوا أذكياء. فكيف إذا غرتهم السلطة والنفوذ حد التوهم أنهم من الأقوياء الذين لا يمكن التخلي عنهم، علما أنه الرئيس السوري قال في انتخابات قيادة القطرية لحزب البعث، وهذا هون عم بحكي عن جوزة، أنه في تغييرات عم تصير ولكن لا يمكن التخلي عن أركان هذا الحزب. ولكن بعد هذا الخطاب في أمور كتير تغيرت بسوريا، تم إزاحة أشخاص وسجن آخرين وإعفاء آخرين. لونا هيدي الشابة الآتية من السويدة رفضت عائلتها أنه تدفن في تراب السويدة، كتبت مصيرها بإيدها، أنه اللعب مع الكبار له عواقب وله سموم. يعني للأسف أنه جنازتها
خرجت بالخامس من تموز يوليو ما شهدت أي حضور رسمي، كانت جنازة أقل من عادية، حتى زملائها بالمهنة إجوا رفعتها بمش لابسين الأسود، وهذا شيء مؤسف. بالنهاية قد يصح فيها القول إن الشبل الذي افترسه الأسد عندما حس بالخطر.